السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. في فيديو النهاردة هنتكلم عن موقع قديم جدا جدا جدا، في ناس كتير جدا سألتنا عليه وعايزة وجهة نظر نستثمر فيه ولا لا. الموقع غني عن التعريف، هل حاليا هو الوقت المناسب ان انت تستثمر فيه ولا لا؟ ده كل محور الفيديو. لكن لو هنشرح الموقع احنا ممكن نديله تقييم سريع ونقول لك بعض الملاحظات ووجهة النظر الحالية. موقع زيت بول بقاله 861 يوم، وده فعلا حقيقة. الموقع بقاله أكتر من سنتين ونص، أنت متخيل؟ طيب الناس متخوفة من إيه بدل الموقع بقاله سنتين ونص شغال؟ ما إحنا ندخل فيه وإحنا مغمضين عينينا. بص يا سيدي، أولا نقطة التخوف من الموقع إن 861 يوم، إن أغلب مواقع الاستثمار ما بتكملش، فكله متخوف ان يكون ده فترة النهاية بتاعته. طيب تاني حاجة كمان، ان الموقع روسي، الحكومة الروسية دلوقتي عاملة هجمات على مواقع الاستثمار او حظر والكلام ده، لان شايفة ان مواقع الاستثمار بتضر الاقتصاد بتاعها. تالت حاجة كمان وملاحظة، الباقات اتغيرت. الباقات دي ما كانتش موجودة، أنا من الناس اللي كانت عاوزة تشترك فيه من زمان، وتقال لي نفس الكلام من 4 شهور إن هو هيقفل. أنت واخد بالك؟ فأنا حبيت أقولها لك برضو. لكن الباقات دي ما كانتش موجودة. تعال بص، في باقة هنا ب 650% بعد 35 يوم، لو حطيت 3000 دولار الحد الأدنى هيدي لك 19,500. هل ده طبيعي؟ هل ده منطقي؟ لو جيت قارنت الباقات الجديدة اللي انضافت للحظر في روسيا لعدد الأيام اللي قعدها الموقع مع تغيير الباقات، إن الموقع ما كانش بادئ بالباقات دي ولا حتى من كام شهر، فمعنى إن أنت تغير الباقات دي معناها إيه؟ إن أنت بتأكد كلام الناس؟ ده وجهة نظر، وأنا بميل لوجهة النظر دي الصراحة، لأن أنا لما دخلت عليه ما كانش الباقات دي موجودة. كل الكلام اللي بيتقال عليه ده برضو انا مش عاوز اقول لك لا او مش لا، ده قرارك، لكن انا بقول لك وجهة نظري اللي انا شايفه. لكن الموقع من حيث الرخصة فهو مرخص، من حيث عندك هنا تعالى بص على الدومين، هتلاقي الدومين من 2019 ومحجوز ل 2029. التقييمات على التراست بايلوت هتلاقي كلها ايجابية، واخد 4.5 نجوم. هنا تعالى على الهاي بلوجز هنلاقي 862 يوم بالفعل شغل، من 16 ماي 2019، من 16/5/2019 باينج. التقييم بتاعه، الدرجة بتاعته 7.84. فانت الكلام كله حقيقي، يعني مش موقع كده والسلام. تعالى على تراست بقى السكام ادفايزر، هنلاقي واخد 100% تراست ثقة، يعني حتى النقاط الإيجابية والسلبية متوازية، وده نادرا ما بتلاقيه في موقع زي سكام ادفايزر. إن الموقع موجود بقاله أكتر من سنة، قديم جدا، عالي، واخد علامة ثقة، آراء إيجابية. هو نفس الكلام، الموقع مستضاف في بلد عالي الخطورة. النقاط السلبية عملات رقمية والكلام ده. حتى تعالى نروح على الهايب زانوزا، هنلاقي برضو بيأكد نفس الكلام، الموقع موجود من 16/5/2019 بينج بيدفع، الحد الأدنى للإيداع 20 دولار، وليفل الإحالات 3% و5% و2% ومش عارف إيه. أنا مش بتكلم في شرح، أنا كل الكلام بقيم لك الموقع وبقول لك وجهة نظر للناس اللي طلبت هل هو ده الوقت الأنسب للاستثمار ولا لأ. كمان في معلومة بتقول ان صاحب موقع زيت بول هو نفسه كان صاحب بعض المواقع الاستثمارية اللي قفلت قبل كده بعد سنة وسنتين، ويقفل المشروع ويفتح مشروع تاني. الكلام ده مش مثبت، لكن الكلام ده وارد، ونسبة احتماله او حدوثه او حدث بالفعل فعلا ممكن يكون بنسبة كبيرة حصل. لكن انت قدامك موقع بقاله 861 يوم، التقييمات كلها عليه حاليا ما فيش غلطة، لكن لازم تحط في اعتبارك قبل ما تدخل ان الموقع غير من باقاته في اخر ايامه. الموقع صاحب الموقع قفل قبل كده اكتر من موقع، ده كلام. الموقع روسي، الحكومة الروسية، انت شايف حظر في كل مواقع الروسية.
طيب يعني الدنيا مش كويسة، فانت القرار اللي انت هتاخده حاليا هو حظ، يا الموقع يكمل معاك يا الموقع يقفل. فالناس اللي سألتني انا وضحت لك انا وجهة نظري، لا انا ما استثمرش فيه حاليا، انا ما استثمرش فيه حاليا خالص. واكتر نقطة يعني خوفتني من الموقع هو تغيير الباقات بتاعته، تغيير الباقات بتاعته الموقع. يعني اشمعنى انت جيت غيرت الباقات في الاوقات اللي عليها كلام؟ يعني معنى كده ان انت بتلم ايداعات، وكمان مش تغيير، ده مش تغيير، ده كان بيديك مثلا 25% في الشهر، ده بيديك في 35 يوم عمل 6500%. يعني بقول لك حط 3000 دولار، كمان 35 يوم هاخدهم 19000 دولار. ازاي؟ انا لا انصح بيه. انت عاوز بقى تكمل؟ انا قلت وجهة نظري للناس اللي هي طلبت مني الموقع وتقييمه وندخل ولا ما ندخلش. الله اعلم، ممكن كلامي يكون غلط، ممكن الموقع يكمل اكتر من كده، وارد وارد، انا مش دايما وجهة نظري بتطلع صح، وارد، كل شيء وارد. لكن انا وجهة نظري انا شايفها كده، ان الخلاصة ان الموقع مش هيكمل، لا شايف وجهة نظري ممكن تطلع غلط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الدعم يا جدعان، اللايك فين يا جدعان؟ انتوا بتنسوا اللايك، اقسم بالله اللايك بيفرق جدا. وقول لنا رأيك انت كمان، ولو انت مستثمر في زيت بول، الناس اللي استثمرت فيه من زمان يعني دولت يعني هنيئا لهم يعني بصراحة. اتمنى تسيب الكومنت وتقول لنا رأيك في الموقع، وما تنساش طبعا السبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.